الله يرحمه الله. راجح العجمي. الله يرحمه. راجح العجمي طول عمره السلامه كان عنده هذا شاعر الحكمه يقول كان عنده درس. انا اشهد كان عنده شاعر الحكمه. زارنا في الغريف الله يرحمه يسكنها الجنه. الله يسكنه. عجمي بس زارنا الغريف كان عنده درس او خطبه وزي كذا. وقبلت قبل وفاته يمكن بسنه كذا. هذا شو اسمه؟ راجح العجمي. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه يا ريج. والله كان من المؤثرين. والله من القبول والكلام الزين. اي بالله. والقصيده الزين. اي بالله. جعل والله مثواه الجنه. ترى هذا اللي يبقى للانسان. شوف ايش بقاله. انه بالطيب. بقاله طول عمره الاثر الطيب في الدين وفي الدنيا. يعني شوف فيها فيها محاوره تسد لعبتها انا مع رجال. واقول خلك تسمى اللي تسد فانا وابياتهم ما تسد فانا. يعني فانا والريجل لكن ابياتهم لا الحين يغنونها. ولا ثر الطيب ترى يعني سعد بن جدلان بن زويب بن عو لا بن عون الله يطول بقاه ويدوم عليها الصحة والعافية بن جدلان الحداري بن زويب سعد الرشيدي مناحي بشعرتين مناحي بشعرتين محمد الخس واجد وش تخيل واجد 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 الشعر لو تعد بيسرين الليل لكن يعني هذول ريجيل خلدوا الابيات اللي تصلح حتى على مواقفك اليومية. أنا إيش؟ يعني فيه رجال تسد قابل الحداري. قال هو الحداري ولا الحويفي؟ واحد منهم. والله إني مضيع. لكن قابله في سوق حايل. ويوم قابله قال لا والله الظاهر الحويفي. إلا الحويفي اللي يقول لو كل ما ثارت عجاجة تحزب. يقول لو كاد إني يقابلني هاك الرجال سلام عليكم السلام. قال أنت الحويفي؟ قال الله الله. قال يا ولد الله يبيض وجهك علي والله انك حط لك جميل اسلم ايه والله انك حط لي جميل قام شان امتي جمل ذيكي قال انت طال عمرك سمعت لك بيت انا تهاوشت لي مع ريجيل وتشادينا ويقول وانا اقوم وبروح بجيب السلاح من السياره قبست بيني وبين الريجيل يقول يوم وصلت باب السياره يقول واذكر بيتك اللي يقول لو كل ما ثارت عجاجه تحزمته الطريق وكل عايل يا سلام وكل عاير صدمته الله الله شوف انا بيت اثر في شخص يقول يوم سمعت البيت هذا لو كل ما ثارت عجاجه تحزمت تهت الطريق وكل عاير صدمته يقول يوم انه تقل انه واحد ماسكني ولد صح 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 يقول انا سكر الباب يقول عاي قلت يوت انتهت انا اروح يا سلام انا شفت انا بيت اثر في شخص في موقف صعب شوف يعني نفس هذول الشعار هذول تبقى ابياتهم ابيات الحكمه ابيات ابن جدلان يقولون الخطباء اغلب خطباء المنابر يستشهدون في ابياته في الثناء وتعظيم الله سبحانه سبحان يعني اكثر ابيات ابن جدلان حتى لو بيمدح رجال اول ما يبدا يذكر على الله سبحانه ولا شوف اتخذها ما ادري مو باتخذها انه من ضمن ابياته وقصيده سفر الدغيل مبدا قصيده ذكر الله سبحانه هذه تراها سنه طيبه ولكن الظاهر انه سنها بن جدلان. اي ولكن انا شفت اغرب قصيده. سفر الدغيل بقصيدته اللي يقول رحله الايام اول ما بدا يقول لك مقاليد السماء والارض يا مجري والارض يا مجري الهبايب يا مجري الهبايب باسمك اطلبك النجاح وباذنك ارجيك الشفاعه من لدنك العفو والتوفيق والحكمه, والحكمة وهاي وهبه من الله سبحانه. اي وهبه وهبه من الله ما تشاهدها عيون البشر وجهزت الإشاعة وجهزت الإشاعة الله أكبر إيش يقول هي عمارة الكون فالإبداع والسبع العجائب الله إيش يقول هي عمارة الكون هي عمارة الكون والتوفيق قولها قصيدة أنت لا تقول شيء أو كاد أنا أشوف كيف مبدأها غنها لنا أنت والله تبى تكفى لا أكتبها له وخليه يغنيها أنا حافظها والله الله لك مقاليد السماء والارض يا مجري الهبايط الله الله باسمك اطلبك النجاه وباذنك ارجيك الشفاعه من لدنك العفو والتوفيق والحكمه وهايب ما تشاهدها عيون الخلق واجهزت الإشاعة رحلة الأيام تجبرني على دفع الضرائب جمرك ما هو بقابل للتجارة والصناعة
لازم ادفع رسمها بالطب ولا بالغصايب، فالبداية كل عام وفالنهاية كل ساعة. اشغل خلق ولا النوايب من مظلوم الزمان، بدل القوة بطاعة يعينك المنفوش يا غر السحايب، وعوضيني عنك واليس الوظافة الارتفاع اللي عبره فيك لبى اللي دفن يما الثلايب، ما قدر يشرب بعد ما صاحب العمى وباعه.